قال لي واش كدير المخدرات؟ قلت لك شي ناس كدير المخدرات في شي ماتشات. اخويا ديك ماشي هضره ديك ماشي هضره. جاوبت اخويا خالد جاوبت. الله يسلطك. خويا انا كنقدم اعتذاري لجمهور الرجاء وقلتها لكم وكنعاود ناكدها صافي هذه الان بالنسبه لي. ما بقيتش نشطح اخويا وانا ما بقاش ياكل وانا ما بقاش ناكل صافي كيفاش وانا غندير اضراب عن الطعام.